لصفا هلالي. بقى انا قابلت صفا مره واحده هنا هو في البرنامج، وبعدين وقتها واحنا بنتكلم قالت لي على فكره ده انا كمان بعزف على الربابه. قلت لها اول بنت اعرف انها بتعزف على الربابه. قالت لي لا ده انا بعزف على الربابه. فلقيت النهارده صفا جايه هي ومعاها كل اخواننا اللي منورنا ومشرفنا. ليديز فيرست، ازيك يا صفا؟ منورانا. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله بخير. كيف حالكم يا رجال؟ ممكن نتعرف بالاسماء بالترتيب. مهدي مصطفى، اهلا بيك. محمود عبد الهادي. محمود بن سوهاج زي صفا بالظبط. احمد شوربة من عندنا في الاليوبي. اليوبي. اليوبية. سوهاج اليوبي. 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 طب واسمه؟ هاني مرجان. هاني مرجان، نورتونا وشرفتونا. انا مش هاخد وقت كتير في الكلام، كفايه ان انا عمال بكلم بقالي يجي ساعه ونص. انا عايز اسمع، وهتسمعونا ايه؟ هسمعك المربعات. انت سرحتي رحتي فين؟ مربعات في حد بينادي؟ لا لا بس يا اولاد مش كده. مربعات ابن عروس. مربعات ابن عروس مره واحده خبط لازق كده. توكلوا على الله. ولابد عن يوم
كده على طول، ده انا قلت هتكملوا معايا حبه، مش كده، ده حاجه حلوه خالص.